السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتعرف على كيفية ضم خليتين ضعيفتين أو إضافة إطارات إلى خلية ضعيفة. قبل أن نبدأ في الطريقة، أود أن أوضح شيء. لماذا يتم ضم خليتين ضعيفتين أو إضافة إطارات إلى خلية ضعيفة؟ لماذا؟ لأن من المستحسن أن يكون لدينا خلية واحدة قوية أفضل من أن يكون لدينا خليتين أو ثلاثة ضعيفة. أعطيكم مثال. مثلا عندي خلية التي تحتوي على 60,000 نحلة، هي خلية قوية، وعندنا خليتين تحتويان، كل واحد منهما تحتوي على 30,000 نحلة، أي في اثنان 60,000، 30,000، 30,000. هنا مردود الخلية التي تحتوي على 60,000 نحلة أفضل بكثير بكثير على مردود الخليتين التي تحتويان على 30,000، 30,000 نحلة. هذه من جهة المردود، مردود في جمع العسل. من جهة أخرى الأمراض، مثلا الأمراض، الخلية القوية تجتاز الأمراض أفضل بكثير على الخلايا الضعيفة. فالخلية الضعيفة تقدر مثلا أن تموت بمرض، بأي مرض، ولكن الخلية القوية تستطيع أن تجتاز المرض. هناك جانب آخر، الملكة التي توجد في خلية التي تحتوي على 60,000 نحلة تضع البيض يوميا أكثر بكثير على الخليتين التي تحتويان على 30,000 نحلة. وبالتالي مثلا في 15 يوم أو في أسبوع الخلية القوية تستطيع أن تتضاعف مقارنة بالخليتين الضعيفتين. فإذا في كل الأحوال يجب علينا أن يكون لدينا، من المستحسن أن يكون لدينا خلية قوية أفضل من اثنين أو ثلاثة خلايا ضعيفة. لذا يستحسن أن نضم خليتين ضعيفتين أو نضيف إطارات إلى الخلية الضعيفة. الآن نذهب مباشرة إلى الطريقة. طريقة اليوم هي الطريقة بوضع ورق الجرائد بين الخليتين، الخلية الأم أو الخلية التي المراد تقويتها، بينها وبين الخلية التي نضيفها إليها. إذن عندنا مثلا هذه هي خلية الأم التي تحتوي على ثلاث إطارات أو أربعة، والملكة هنا. نضع ورق الجرائد هكذا، ومن المستحسن أن نضع شريط لاصق لهذا الورق هكذا. شريط لاصق هكذا من هنا وهنا. ومن الجهة الأخرى أيضا هكذا، لأن لم نضع الشريط اللاصق فيكون هنا عندما نضيف هذه الورقة يكون هنا ممر للنحل مباشرة
من الصندوق الام الخليه الام الى الصندوق الاخر يمر من هنا، ولكن اذا وضعنا الشريط اللاصق يمنع النحل ان يمر مباشره، يكون بهذا الشكل، بهذا الشكل هكذا. و نثبته بشريط لاصق هكذا. هذا الشكل، فلا يستطيع النحل أن يمر مباشرة من هنا. ثم يجب علينا إحداث ثقب، يجب أن نثقب الورق الجريدة ثقب، هذا كبير، يجب أن تكون ثقب صغيرة هكذا. لماذا ثقب صغيرة؟ لأن الثقب الصغيرة تسمح للرائحة، رائحة الخلية الأم أن تصعد إلى الخلية الفوق، فلذا النحل اللي تحت والنحل الفوقاني قبل أن يلتقيان بمزق الجريدة، قبل أن يلتقيان يكون قد توالفوا الرائحة فيما بينهما، فيتقبل بعضهما البعض. لذا نحدث ثقب هكذا بمسمار هكذا، هكذا ثقب صغير هكذا بهذا الشكل. هكذا ثقب صغير يعني، ولكن الثقب يجب أن تكون صغيرة كما وضحتم، لذا النحل لا يستطيع أن يمر مباشرة هكذا. ونضيف الخلية الثانية، هاي الخلية الثانية التي تحتوي على إطارين أو ثلاثة، المورد إضافتها إلى الخلية الأم هكذا، نضيفها مباشرة من فوقها هكذا بهذا الشكل. ثم نغلق مباشرة على الخلية بسرعة بسرعة، نغلق مباشرة بسرعة هكذا، بحيث النحل لا يستطيع أن يخرج من هنا أو من هنا. بالتالي النحل ضروري أن يثقب، يمزق الورق لكي يلتقي مع النحل الذي يوجد في خلية الأم. وبالتالي يوم ننتظر يوم أو يومين فنتفقد الخلية، من المفروض نلقى باللي النحل مزق قاع الجرائد، كل الجرائد مزق الجريدة والتقيا. غدا اليوم أو يومين كما قلت، عندما نتفقد الخلية من المفروض أننا نلقى النحل ذا ثقب كبير والتقى مع النحل الذي يوجد في خلية الأم، التقى و نحل الجريدة مباشرة ونرميها. ثم ندمجهما أو نضمهما بهذا الشكل، وبالتالي يكون لدينا خلية بستة أو سبع إطارات، خمس ستة أو سبع إطارات، وبالتالي هي خلية قوية.
نتمنى أنكم لقد استفدتم من هذه الفيديو، ولتشجيعنا وتحفيزنا نشكركم على الاشتراك في قناتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.